معانا مداخلة مهمة. تقول انت. الو يا كابتن. الو الو مساء الخير فنوس، كابتن ميدو. هقول لك خالد ولا كابتن خالد دلوقتي؟ مساء الفل يا كابتن ميدو. مساء كابتن الفل. ميدو مصلحي. طبعا الكابتن ميدو مصلحي المدير الفني السابق ولا الحالي ولا ايه؟ ابن النادي الاهلي. كابتن ميدو مصلحي ابن النادي الاهلي. كلاعب، كمدير فني، اوكي. كمدرب، ك 37 سنه داخل جدران النادي الاهلي. وهو لازم اقول له قدام الناس بشكره جدا، وبقول له الف شكر، اديت رسالتك، وفي يوم من الايام هترجع نادي الاهلي تاني. النادي الاهلي ما بيسيبش ولاده، وده كان كلام بيني وبينه هو شخصيا. عمل تاريخ كبير جدا 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 ببطولات النادي الاهلي، كان سبب فيها كلاعب، كمدرب، كمدير فني، واكيد احنا ما بننساش ولادنا. وده هي دي عظمه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. بشكره جدا 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 على المهمه الثقيله اللي شالها وكان قدها. وتاني بكرر، خروج ميدو النادي الاهلي مش معناها اي حاجه، لكن احنا ده حاجه بتتغير، الدنيا بتتغير، وهو وكابتن ميدو مقتنع، وفي الاخر حبايب، هو ابن النادي وهيحتفل معانا وموجود معانا النهارده. دي هيقعد في الجنين؟ دي عظمه النادي كلنا الاهلي. كلنا زيه زي لا زينا كابتن ميدو ان كلنا شاء الله يعني. هيشتغل وهيقعد وهيبقى لا حاجه انا اقصد جميله ان جدا. هو يعني اصل قعده الجنينه دي بالنسبه هيجي لي لنا. بتبقى حاجه حلوه جدا، ايوه مش هيجي على لنا، الناس هيجي لنا بتفكر الماتشات، فيها كده وهيجي لنا ولا يتكلم كده. معانا، وهناخد رايه في الطايره وكل حاجه. يا كابتن احنا ده النادي الاهلي، دي عظمه النادي الاهلي. هو حقيقي. معانا النهارده واحنا بنحتفل، دي حاجه جميله جدا طبعا جدا. يعني كابتن محمد، يعني الحقيقه انا شفت لحضرتك بوست على الفيسبوك على ما اتذكر، وكان تقريبا نفس الكلام اللي كان الكابتن خالد بيقوله. الحقيقه انا تاثرت جدا بالكلام اللي حضرتك كاتبه، حاجه جميله جدا وحاجه رائعه جدا، والحقيقه هي دي طريقه ولاد النادي الاهلي. والله هو اولا برحب بيك وبكابتن خالد. والبعد عن النادي الاهلي صعب جدا بعد عشره طويله 37 سنه متتاليه، يعني ما خرجتش بره النادي الاهلي، حققت الحمد لله 62 بطوله. وعايز اقول لك ان معظم انديه مصر او كل انديه مصر ما حققتش 55 بطوله. الحمد لله عملت كل انديه مصر مجتمعه. طبعا. الحمد لله لم ادخل خالص بجهد على النادي الاهلي، سواء كنت لعيب او مدرب او مدير فني. عملت كل اللي عليا والحمد لله. حتى الكابتن خالد لما استدعاني وقدمت له التقرير، قدمت له كل الاراء اللي هو سالني عليها، وكل الاسئله جاوبته عليها بمنتهى الصراحه وبمنتهى الصدق والشفافيه عن اللعيبه والمدربين وكل حاجه. وقدمت له تقرير شامل عن الفرقه وبكل صراحه يعني، وهو ده النادي الاهلي. احنا بنسلم الحمد لله رب العالمين، عملت اللي عليا، واتمنى التوفيق للراجل اللي هيجي ان شاء الله. كابتن محمد، الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا، ولكن يعني في النهايه انجازات كبيره جدا 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 لمده اكتر من 30 سنه او 35 سنه كابتن مصلحي طبعا، وايضا للكره الطايره بشكل عام. زي ما قلت لحضرتك يعني، انا وانا لعيب خدت 33 بطوله، وانا مدرب خدت 16 بطوله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فني خدت 14 بطوله، شاركت في 3 مشاركات كاس عالم. زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي الحمد لله عملت اللي عليا وزياده، واجتهدت على قد ما اقدر السنتين اللي فاتوا. وفي حاجه مهمه جدا عايز اقولها لك، اتفضل. انت كنت اشرت ليها، او في سؤال جالك، متوسط عمر الفريق كبير. احنا عندنا اسئله كتيره جدا تخص السله والطايره، انا اسف، رجال وسيدات. انا بقول لحضرتك ان معدل عمر نزل السنتين اللي فاتوا من 31 سنه ل 26 سنه. اشرت لعيبه من في الدور التمهيدي من الناشئين من 17 سنه و19 سنه. اللعيبه قلت لحضرتك 26 سنه دلوقتي متوسط العمر. كويس جدا. بالنسبه لاحمد وعبد الله، انا شايف ان هم لا غنى عنهم، عشان بس هم اللعيبه الكبار، وهم نفسهم عشان بس نكون في الصوره ان في حد يقدر يساعدهم في الملعب، سواء هم عبد الله او حسام او احمد، ومتاكد دول كباتن الفرقه طبعا. دول كنز من كنوز الرياضه في مصر، لابد الحفاظ عليهم. واعتقد ان النادي الاهلي مديهم حقوقهم تماما من الناحيه ديت، سواء كانت الناحيه الاعلانيه او ان هم لعيبه كبار. وانا بقول لك ان احمد صلاح بالذات هو نفسه حد يساعده في المركز ده،
لكن باقي المراكز كلها تقريبا كلهم تحت ال 30 وال 25 سنه، في كتير جدا سواء مركز ثلاثه او اربعه او الليبرو. يعني زياد اسامه طالع هيساعد احمد صلاح شويه بس لسه عايز خبره، في مروان مصطفي كنا عاملين له اعاره، في ناس كتير الحمد لله، محمد عثمان في مركز ثلاثه عنده 22 سنه بجانب سعودي، يعني الحمد لله الفرقه 26 سنه ده متوسط العمر، الناس ما تخافش على فرقه النادي الاهلي. القادم افضل يعني باذن الله باذن الله. يعني انا بشكرك جدا يا كابتن مصلحي على هذه المداخله، ودايما دايما الحقيقه تظل دائما كل ما يخص النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي حاجه محترمه جدا جدا جدا. كابتن خالد. لا كابتن ميدو هيفضل تاريخ كبير جوه النادي وانا منتظره، وده كلام بيني وبينه هو شخصيا في اخر اخوات، وفي الاخر هو ابن النادي الاهلي مخلصين جدا جدا جدا، اخلص في عمله، جمهوره وراه، كان كل في كل البطولات حقيقي. جايز لو حصل اخفاق، الرياضه ما فيهاش مكسب على طول، لكن بقول له شكرا جدا جدا، بشكره قدام الناس كلها، وبقول له كابتن ميدو منتظرينك في النادي في ماتشات النادي، وهتفضل سبورت للنادي، وفي الحفله بتاعت النادي هتبقى موجود، وكلنا في الاخر داخل منظومه النادي الاهلي، كلنا ولاد النادي الاهلي، وانا عارف وبقول اهو قدامك على الهواء. يا كابتن اتفضل. لو كابتن ميدو صحي الطلب تاني في اول ثانيه هتلاقيه جوه النادي الاهلي، متواجد جوه النادي الاهلي، بشكره جدا جدا جدا، شكرا كابتن ميدو.